مساء الخير. استكمالا لسلسلة البحث العلمي في القرآن التي كنت قد بدأتها في الحلقات السابقة، أثناء بحثي عن هذا الموضوع وكل ما هو جديد فيه، وجدت فيديو على قناة الحافظ لشخص اسمه الدكتور حنفي مدبولي، بيتحدث فيه عن جانب جديد من جوانب الإعجاز العلمي في القرآن، وهو جزء في سورة الحج آية 5. هنقراها دلوقتي مع بعض، والموضوع كله عبارة عن إن هو قال إن هذه الآية هو فيها إعجازا علميا، لأنها تحدثت عن مرض ألزهايمرز، أو اللي بيقولوا عليه بالعربي ألزهايمر، اللي اكتشف سنة 1906. وطبعا إيه ده، هذا يعتبر إعجازا لأن الآية ذكرت أو تحدثت كما قال بالتفصيل عن مرض الزهايمر من 1400 سنة، فده لا يعتبر، يعني لا يمكن أن يكون كلام بشر، ولكن أكيد ده كلام إله يعلم القليل والكثير عن هذا المرض. فمبدئيا قبل ما نستمع إلى جزء قليل مما ذكره الدكتور حنفي مدبولي، دعونا نقرأ هذه الآية من سورة الحج آية 5. بتقول: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعيد من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طبعا هذه الآية كبيرة، هو كان كل اللي يخصه أو اللي هو عايز يقوله يعني كيف تحدثت هذه الآية بالتفصيل عن مرض الزهايمرز، الجزء اللي هو بيقول: ما ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني بيقول إن الآية هنا بتتحدث بالتفصيل عن وجود مرض الزهايمر، وطبعا إيه بناء عليه فتصح نبوة محمد ويصح الكلام الموجود في القرآن. أولا أنا لا أعلم أين هو مرض الزهايمرز في هذه الآية، يعني الآية بتتكلم عن التتابع العادي في حياة الإنسان، وده مش كلامي برضو. خلينا نقرأ تفسير ابن كثير لهذه الآية ونشوف ابن كثير قال إيه معلقا على هذا المقطع. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي المثني الموصلي في مسنده اللي هو مسند أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كل هذه يعني الأسماء، قال: المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالدته، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظه وأن يشدده، فإذا بلغ 40 سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ 50 خفف الله حسابه، فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ 70 أحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته إلى آخره. فابن كثير حب إن هو ياخد هذا الكلام وبيشرح لنا يعني إن إزاي الله بيتعامل مع الإنسان من أول ما كان طفل، إزاي لا يحسب له أخطائه. وبعد كده هذا الحديث اللي هو في مسند أحمد اللي رواه برضو أحمد بن حنبل، وهتلاقيه برضو في كذا مصدر تاني تكلموا عن الحافظ أبو بكر البزار وكذا واحد رووا هذا الحديث. المهم ان يعني هم جايبين هذا الحديث لتفسير هذا الجزء من الآية. اذا بصيت على الآية نفسها من غير اي تفسيرات ولا اي حاجة، تلاقي يعني التتابع العادي بتاع عمر الانسان: طفل
صغير وبعد شوية بيكبر ويبقى أقوى، وبعد شوية بيبقى شيخ، وبعد شوية لما بيكبر أكتر بيبتدي يحصل له حاجة اسمها ديمنشيا، يعني النسيان. ودي حاجة يعني ملاحظة قديمة الأزل من قبل محمد بكتير جدا. الناس كتير جدا لاحظت إن الإنسان لما بيبقى سينايل، لما بيبقى متقدم جدا في السن، بيبتدي ينسى وبتبدأ عليه أعراض الديمنشيا. الديمنشيا دي يعني النسيان، اللي قد يكون سببها ألزهايمرز أو أي سبب تاني. فمبدئيا أنا لا أرى أي يعني إعجاز في هذه الآية، وأساسا ما فيش أي حاجة واضحة عن ألزهايمرز نفسه، هي مجرد ملاحظة. وعشان ما بقاش برضو بقول الكلام من عندي، لو دورت على كلمة ديمنشيا أو النسيان اللي بيحصل للمتقدمين في السن، هتلاقي مثلا في القرن السابع الميلادي يتكلم عنها الطبيب وعالم الرياضيات فيثاغورس، وقال قسم حياة الإنسان إلى 6 أقسام، اللي هي 7، 21، 49، 63، 81. وكان ملاحظة ليه إن الإنسان في هذا السن، هذا السن المتقدم بعد ما بيعدي ال 63 وال 81، بتظهر عليه أعراض هذه الديمنشيا أو النسيان يعني. فدي كانت ملاحظة أولية وليس لها تفسير عندهم غير إن هو متقدم في السن. شخص تاني برضو كان قبل برضو حتى فيثاغورس، ده الكلام ده شخص، هذا شخص اسمه سولون أو سولان، ده من أثينا، وده كان لو ميكر، كان فيلسوف وصانع للقوانين. سولون عاش ما بين سنة 638 إلى 558 قبل الميلاد، وتحدث برضو في بعض البويت أو الشعر بتاعه عن موضوع الديمنشا، وبرضو قال نفس الكلام إن الإنسان لما بيكبر بيتقدم في العمر بيبتدي تظهر عليه أعراض النسيان، ودي كانت ملاحظة. فكل اللي كان موجود في القرآن هو نفس الكلام، يعني الإنسان هيكبر لما يتقدم في السن بيبتدي ينسى. فأين هو الإعجاز؟ ده السؤال ده مبدئيا يعني. وبعدين الموضوع ما هوش جديد، لأن في ناس قبل محمد بحوالي 1000 سنة تكلموا زي صلان، أو في نفس الوقت اللي كان عايش فيه محمد تكلموا برضو عن هذه الأعراض للناس المسنة. ده بالإضافة لأن الموضوع حتى مش محتاج عالم يتكلم عنه، لأن حتى في الأرياف أو في الأماكن البسيطة القليلة في العلم بتلاقي الناس بتلاحظ هذه الملاحظة. إنسان كبير جدا في السن بيبتدي يخرف، حتى لها ملاحظات وتعريفات دارجة باللغة العربية، يقول لك بدأ يخرف، كبر وخرف. فهي ملاحظة أولية، والقرآن كل اللي عمله إن هو سجل هذه الملاحظة. فأين هو الإعجاز؟ أو أين هو التفصيل عن مرض الزهايمرز؟ نسمع هذا الأراجوز بيقول إيه، ونرجع بعد كده نكمل. في عوامل بتؤدي الى ظهور مرض الزهايمر، زي ايه؟ التقدم في العمر، وده اللي ربنا ذكره في القران الكريم. يعني النهارده العلماء اللي هم بيدرسوا مرض الزهايمر، اللي هم ما عندهمش ايمان بالقران الكريم وقالوا هذا الكلام، القران الكريم ذكر هذا الكلام من 1400 سنه، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ومنكم من يرد الى ارض للعمر، اللي هو يعني ايه، اللي هي مرحله بقى الشيخوخه ومرحله الضعف اللي ربنا ذكرها في ايات اخرى، لكي لا يعلم من بعد علم شيء. فطبعا هذا المرض زي ما قلنا ان هو بيصيب الناس اللي هم بعد فوق ال60 سنة، ممكن بعد ال85 سنة، زي ما قلنا بتبقى الاصابات ايه، شديده جدا في معظم الناس اللي هم اللي وصلوا الى ارض العمر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتعود من أرض العمر، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ربي لا تدعني إلى أرض العمر، أو اللهم إني أعوذ بك من أرض العمر. فطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، طب النبي صلى الله عليه وسلم درس الزهايمر ولا كان يعرف يعني إيه زهايمر، ولا يعرف إيه تلف في خلايا المخ، ولا ترسبات أمايلويد، ولا 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 ولا، اللي هو العلم النهارده الحديث طلع الحاجات دي كلها وسجلها في الكتب والدوريات والأبحاث المنشورة عالميا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام من 1400 سنة قبل ما يتم اكتشاف مرض الزهايمر سنة 1906، سنة يعني سنة 600 ميلادية أو 612 ميلادية، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الزهايمر.
النهارده في سنه 1906 او بدايه 1906 الى وقتنا هذا العلماء اكتشفوا مرض الزهايمر. طب ده بيدل على ايه بقى؟ بيدل على صدق رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه لا ينطق عن الهوى، وده بقى هنا مناط الاعجاز العلمي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في مرض في وقت لم يتم اكتشاف الادوات بتاعته ولا اسبابه ايه ولا تشخيصه ايه ولا بيسبب ايه ولا اعلاجه ازاي ولا الكلام ده كله، ويتكلم عن هذا المرض في هذا الوقت اللي ما فيش فيه اي حد اتكلم عنه اطلاقا، ويتكلم عن اسبابه وعن اعراضه وعن وعن وعن، وبعد كده يجي العلم الحديث في القرن العشرين يتكلم عن مرض الزهايمر. طيب سمعنا هذا الأرجوز بيقول لك إن النبي محمد اتكلم عن أسبابه وعن أعراضه، ويعني اتكلم بالتفصيل عن المرض وسبق العلم الحديث، وإن هؤلاء العلماء اللي بيدرسوا مرض الزهايمر ولا يؤمنوا بالقرآن هم في ضلال، يعني نتيجة إن هم لا يؤمنوا بالقرآن، وهذا يدل على صحة نبوة محمد. أولا، أين تكلم محمد بالتفصيل عن مرض الزهايمر؟ يعني هو كل اللي انت جبته هذه الآية الموجودة في سورة الحج، وهي زي ما قريناها وقرينا التفسير بتاعها ليس لها أي علاقة بالتفسير ولا بالأسباب ولا بأي حاجة، هي مجرد ملاحظة أولية. وبعدين هذا الأرجوز برضو بيقول إن الوقت اللي هو اتكلم فيه ما كانش حد اتكلم فيه خالص عن هذا المرض، وهذا كلام غير مظبوط. وشفنا فيثاغورس وشفنا صالون اللي اتكلموا سنة، صالون اتكلم سنة 500 53 قبل الميلاد عن أعراض الديمنشا والأطوار والحاجات اللي بيحصل فيها الديمنشا، وحاول يوصف موضوع النسيان. فكل اللي عمله محمد إن هو سجل ملاحظة أولية يعني في القرآن، ليس لا هناك أي إعجاز، وإلا إن كان هذا إعجازا الكلام اللي هو كتب في آية الحج هذه الهرتلة، فيعتبر صلاح هو نبي أعظم من محمد، لأن الكلام اتكلم عن الكلام ده قبل محمد بألف سنة، ووصف الموضوع توصيفا أوضح وأفضل. وفيثاغورس مثلا اللي قسم عمر الإنسان إلى مراحل ووصف حاجات كتير فيها، فيعتبر هؤلاء أنبياء ونبوتهم أعظم من نبوة محمد إذا أخذنا بنظريتك يعني. يعني هذا الشيء عبارة عن هرتلة وليس فيها أي إعجاز علمي. وبعدين عشان برضو إيه مبقاش بقول كلام من عند السيد الفاضل جوز خالتي، أدي برضو إيه كتاب محترم أهو كلينيكال ميديسن، وأدي برضو إيه هذا الجزء بيتكلم هنا عن الديمنشا. الديمنشا دي اللي هي النسيان، يعني في هذا الجدول اهو causes of the dementia، الزهايمر لا يعتبر هو المسبب الوحيد للديمنشا. هتلاقي هنا لستة طويلة جدا من كل ديت مسببات الديمنشا، مسببات النسيان، وهو ده كل اللي اتكلم عنه محمد، النسيان. هل الزهايمرز هو المرض الوحيد اللي بيسبب النسيان؟ لا، ده كلام فاضي، كلام غير علمي بالمرة. في أسباب كتير جدا للديمنشا أو النسيان أو اختلال الذاكرة، والجدول اللي وريته لك ده مليان بأسباب كتير جدا جنب الزهايمرز بتسبب النسيان، وبتسببه في برضه في عمر متقدمة. فإذا أنت بتقول لي الإنسان لما بيكبر بينسى إيه يعني؟ يعني ما أين هو الإعجاز يعني في هذا الكلام؟ الحتة الأخرى اللي لفتت نظري أثناء قراءتي لتفسير هذه الآية، الحديث اللي ذكره أكتر من واحد عن محمد، زي مسند أحمد وزي أحمد بن حنبل وكذا شخصية من أعلام الإسلام تكلموا عن هذا الحديث، وهو اللي بيقول المولود يبلغ الحنث وبتاعه، بعد كده قسم المراحل قال لك ايه اذا بلغ الخمسين، الانسان اذا بلغ الاربعين الاول، اذا بلغ الاربعين امنه الله من البلايا الثلاث، الجنون والجذام والبرص، قبل ما ندخل على موضوع الديمنشا.
فالحديث ده معناه ان الانسان لما يوصل 40 سنه في 3 امراض ما يجولوش: الجنون والجذام والبرص. هل ده كلام علمي او هل ده كلام يعقل؟ اولا، ما هو الجنون؟ يعني ما هو تعريف الجنون؟ مفيش مرض اسمه الجنون. لو مسكت الدي اس ام 4 او دي اس ام 5 مفيش حاجه مرض اسمه الجنون. فايه هو الجنون اللي الله هيؤمنه للانسان لما يوصل 40 سنه؟ وطبعا دي هرتله. واذا اعتبرت مثلا السكيزوفرينيا جنون، فالانس في ناس بيجيلهم سكيزوفرينيا بعد 40 سنه. البرص اللي هو ليبروسي في لغه الطب، هل الانسان لما يعدي 40 سنه بحسب الحديث كده المفروض ما يجيلوش البرص؟ هل ده كلام علمي برضو؟ برضو نرجع لنفس الكتاب، هذا الكتاب، ونقرأ عن البرص ونشوف كده ايه الموجود عن البرص. ادي الصورة لانسان عنده البرص، وهنا ده بداية الموضوع، بيتكلم هنا عن ليبروسي، البرص. الموضوع هو نوع من البكتيريا بيسبب هذا المرض، والمشكله في انه في رياكشن معين بيحصل من الجسم، من الجهاز المناعي بتاع الجسم، فهو اللي بيعمل اعراض البرص ديت. هل الموضوع ليه سن؟ لا، هنا مفيش اي كلام عن سن خالص اطلاقا. هو بس الموضوع هنا بيشرح لك ازاي البرص دوت بيحصل، وايه الرياكشنز اللي الجسم ممكن بيعملها، وايه بعد كده. دي برضو صوره اخرى، تمام. والموضوع ليس له اي علاقه بالسن اطلاقا، ولكن هو الموضوع منتشر بس في اماكن معينه في امريكا الجنوبيه وفي بعض الاماكن في افريقيا، فليس له اي علاقه بالسن. فهذا الحديث يعتبر هرتله. يعني الحديث ده معناه ان انت بعد 40 سنه لا يمكن يجي لك البرص، وده كلام فاضي. نرجع لموضوع الزهايمرز. الحديث بيكمل بعد كده، قال لك ايه؟ ان الانسان اذا بلغ الـ60 وبعدين بلغ الـ80 تجاوز الله عن حسناته وسيئاته، وبعدين كده اذا بلغ الـ90 غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. والموضوع كله عبارة عن برضو ملاحظات اولية، اللي هو ايه؟ الانسان لما بيكبر في السن بيبتدي ينسى، وبناء عليه بقى لانه بينسى ولان عقله بدأ ما يبقاش مركز اوي، فالهكم بقى هيغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فبرضو أنا لا أجد أي إعجاز، يعني حتى الآن لم أجد أي إعجاز، لا في تفسير الآية ولا في الآية ولا في الأحاديث الداعمة للآية. ده بالإضافة لأن مرض الزهايمرز نفسه بيقول لك إن محمد وصفه وصفا دقيقا. يعني أين هو الوصف الدقيق؟ يعني هل محمد مثلا، آدي كتاب برضو أهو، مش من عند جوز خالتي يعني، أهو نيورو ساينس، علم الأعصاب، وآدي بيتكلم هنا هو عن مرض الزهايمرز ديزيز، وده الصورة اللي ممكن تلاقيها في داخل خلايا المخ، ماشي. دي حاجة اسمها السينايل بلاكس أو الأمايلويد اللي بيعمل ديبوزيتس هنا، ودي حاجة اسمها النورو فيبرالي تانجلز، تمام. هو ده السبب الأساسي للمرض. المرض ليه أعراض كتير وليه أسباب أخرى كثيرة غير الموضوع الأمايلويد بلاكس ديت. في على كروموزوم 21 مثلا، على الكروموزوم رقم 21، هذا الكروموزوم لما يكون طفل عنده داون سيندروم أو البله المغولي بيبقى عنده نسختين من هذا الكروموزوم، بيبقى عنده يعني بدل ما عنده 2 بيبقى عنده نسخة زيادة تالتة. في حاجة اسمها الـ APP أو الأمايلويد بريكرسر بروتين جين موجود على الكروموزوم 21 دوت، فلما يبقى عندك 3 نسخ بدل نسختين بيبقى عندك الجين ده موجود زيادة، فبتلاقي الطفل مثلا اللي عنده الـ داون سيندروم ممكن يجيله الزهايمرز في سن صغيرة جدا، تقريبا إذا وصل عمره الـ 40 سنة بيكون اوريدي عنده الزهايمرز. فالموضوع ليس مرتبط بال80 زي الحديث ما بيقول او بال90، لا، كمان ممكن ناس في سن الـ40 زي الناس اللي عندهم داون سيندروم او اللي عندهم مشاكل في هذا الجين ممكن يجي لهم المرض بدري،
ممكن كمان الناس اللي عندهم الايبولايبوبروتين اي 4، ده برضو جين اخر موجود بيورث. الناس اللي عندهم هذا مشكلة في هذا الجين بيجي لهم الزهايمرز بدري في الاربعينات والخمسينات. فالموضوع ليس مرتبط بالسن قوي، ولكن موضوع الزهايمرز ليه اسباب كتير جدا وليه نواحي كتير جدا. فاذا كنت برضو عايز تعتمد على هذه الآية اللي هي بتقول لك ان الانسان مجرد ما بيكبر في السن بيجيله الزهايمرز، ده كلام خاطئ علميا. الزهايمرز ليه اسباب كتير جدا، و 80% من اللي بيصابوا بالزهايمرز بيكونوا كبار في السن فوق 63 سنة، ولكن في 20% ده رقم غير قليل بيجي للناس اللي اصغر من 60 سنة نتيجة حاجات فاميليال، حاجات وراثية او مشاكل اخرى في الجسم قد تسبب مرض الزهايمرز. فأين برضو هو الإعجاز في الآية؟ يعني الآية إذا كنت عايز تقول لنا إن الآية اتكلمت بالتفصيل زي ما أنت بتقول عن مرض الزهايمرز، أو محمد اللي كان بيقول بيدعو إن إلهه ما يوصلوش إلى السن المتقدمة علم عن الزهايمرز قبل ما حد يعرف عنه، فليه برضو ما قالناش عن الناس اللي بيجي لها الزهايمرز ال 20% اللي بتجي لهم قبل مرض الستين، قبل سن الستين؟ أو ليه ما حكلناش مثلا عن الأمايلويد بروتينز مثلا، أو ليه ما حكلناش عن الأيبولايبو بروتين إي 4، أو ليه ما حكلناش عن بقية أسباب الزهايمرز؟ يعني كل اللي قاله إن هو خايف لا يتقدم في السن عشان ما يبتديش ينسى. فأنا رأيي إن شيوخ الإسلام هم يبرعوا في حاجتين، بارعين جدا فيهم. أول حاجة يبرع شيوخ الإسلام في الكذب والتلفيق، يعني هم الكذب والتلفيق عندهم سهل جدا، يعرف يجيب لك اي حاجة من القرآن ويقعد يكذب ويلفق ويوصل لك ان الحاجة دي مثلا حاجة مهمة او لها معنى. الحاجة التانية اللي بيبرعوا فيها هو الخيال العلمي، عندهم خيال رهيب، يعني يقدر يمسك اي كلمتين ملهمش اي معنى، لم يتحدث احد المفسرين عن معناهم، ويلو الآية ويفضل يتني ويفرد فيها عشان يوصلها إنها تكون قريبة من نظرية علمية أو من شيء علمي، عشان في الآخر يقولوا للناس إن في إعجاز علمي في هذه الهرتلة اللي اسمها القرآن. فالسؤال لهذا الأخ اللي كان بيتكلم، أو للقائمين على قناة الحافظ، أو للمنادين بالإعجاز العلمي، ما حاولوا توضحوا لنا شويه موضوع الزهايمرز ده، يعني لان انتوا ايه ده كده اللي انتوا اتكلمتوا عنه في هذه الايه، او هذا الدكتور بيتكلم عنه في الايه وفي الحديث اللي قالها محمد. هي مجرد ملاحظات اوليه وليس فيها اي نوع من الاعجاز، وناس كتير قالته قبل محمد بكتير، وهي يعني ما فيش حتى اسباب ولا اي حاجه، وكل اللي كان بيتخيله انسان بيكبر في السن فبينسى، حتى يعني ما قالش اعراض سبيسيفيك لمرض الزهايمرز، هو كل اللي قاله النسيان، وده اساسا ملوش اي علاقه بالزهايمرز، بس ده مرض النسيان دوت هو عارض لامراض كثيره جدا، لسته طويله جدا من الامراض زي هانتنجتون ديزيز، وزي لوي بادي ديمنشيا، وزي السيفلس ديمنشيا، وايدز ديمنشيا، و50 الف نوع من الديمنشيا، والنورمال بريشر هيدروسيفالس، كل دي انواع من الامراض بتسبب الديمنشيا او النسيان. فكان اقدر بكم ان انتوا تجيبوا لنا حاجات في القران، اذا كنتوا عايزين تقولوا ان القران تحدث عن الزهايمرز، او حاجات من سنه محمد توضح اكتر مور سبيسيفيكلي للزهايمرز بالظبط، مش للنسيان عموما. ده تعليق سريع يعني على الموضوع، ويقدر بكم ان انتوا تبطلوا هرتلة على الناس برضو، يعني كل حاجه بتقولوها هي مجرد هرتلات او تخيلات او كلام فاضي وليس له اي علاقة بالصحة، وكل اللي بتعملوه انتوا بتقعدوا تتخيلوه بعدين تطلعوا تتقيؤوه على الناس. وطبعا المغفلين او الناس البسطاء اللي ما عندهمش علم كافي بيصدقوا الهرتلة اللي انتوا بتقولوها، وللأسف بيطلعوا بعد كده يحاولوا يردوا علينا او يردوا على فيديوهاتنا او على مقالاتنا بهذه الهرتلة اللي انتوا بتتقيؤوها على الناس. فنداء لجميع الناس اللي بتسمع هذه القنوات الصفراء انها تبقى تراجع ورا الناس دي، لان مش بيقولوا حاجة واضحة ولا بيقولوا حاجة علمية، هي كلها تلفيقات وهرتلة. وشكرا.